مرة أخرى بنواصل مسيرة انتقالك من الحياة المدنية باختيارك إلى الحياة العسكرية. رحت غيرت الملف بتاعك من كلية الهندسة إلى الكلية الحربية. ثم ماذا؟ يعني هل كان موضة إنه الشباب مدفوعين بهذا الشعور الوطني من خطب السيد محمد نجيب ورئيس جمال عبد الناصر إلى إنه مصر محتاجة دول في حرب المفروض مصر تخوضها دفاعا عن الأراضي الفلسطينية، ولا إيه اللي خلاك تنتقل من كلية من كليات القمة هي كلية هندسة إلى الكلية الحربية في وقت كان فيه أعتقد أن العالم كله كان مقدم على فترة تغيرات بعد الحروب وفترات التحرر وخلافه؟ لا، أنا ما وجدت إن أنا لسه هقعد في كلية الهندسة 3 سنين عشان أتخرج. أنا عايز أخلص بسرعة جدا. الكلية الحربية أسهل لي إن أنا آخد شهادة محترمة برضو يعني في وفي نفس الوقت فيها عمل وطني، يعني مش مجرد هبقى مهندس، ده أنا هبقى راجل مقاتل ومقاتل، يعني أدخل حرب إذا في حرب. وطبعا إسرائيل كانت لسه قايمة بقالها ما فيش كام سنة فاتت، واحنا اهو في يعني اعقاب هذا الكلام، فلابد ان احنا نحافظ على بلدنا وعلى ارضنا بايه؟ باننا نلتحق بالقوات المسلحه اللي هي بتدافع عن الارض والعرض. ما كانش في ساعتها ارض محتله يعني، لا ما فيش ارض محتله، كانت مصر فيها الاحتلال البريطاني بشكل عام، ما كانش موجود بشكل يعني صارخ. لا كان موجود لسه، انجلترا كانت لسه موجوده، القوات بتاعتها ما مشيتش، ده مشيش الا بعد الثوره بسنتين ثلاثه. لكن كان الهاجس الاساسي هو فلسطين. فلسطين بالظبط اللي كانت في دماغنا، واسرائيل احتلت فلسطين وخدتها سنه 48. طب وبعدين احنا لازم نحافظ على ارضنا بقى. فده اللي كان يعني الحاجه اللي كانت في دماغي، ان انا لا اسيبنا بقى من كليه الهندسه دلوقتي، خلينا في الحربيه، وخلينا بقى ادخل الحربيه عشان ادافع على ارض بلدي. العقيدة العسكرية اللي اتعلمتها وانت في الكلية الحربية في سنة 52 استمرت. كلمة واحدة، مصر أولا. مصر أولا، عندما تفكر في عمل حط مصر الأول. أي قرار، أي قرار، مصر أي أولا. وعلى فكرة إزاي ترجم العبارة دي؟ العبارة دي ترجمها ربنا يديله الصحة الفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني اللي أنا خدمت معاه فيها وأنا ضابط عمليات يعني. ثم توليت بعديه قيادة الجيش الثاني. هو اللي نادى بكلمة مصر أولا. وأنا بعتقد إن الكلمة دي مهمة جدا حتى في اللحظة اللي إحنا فيها دلوقتي لشبابنا. نحط مصر أولا يا شباب وأنتم بتفكروا في أي حاجة. هل اللي انت بتعمله يخدم مصر عشان تكون اولا؟ هل اللي انت بتفكر فيه للمستقبل يخدم مصر لتكون فعلا مصر اولا؟ لو احنا رفعنا هذا الشعار وعرفناه للطلبه بتوعنا في المدارس من ابتدائي لاعدادي لثانوي للجامعه، ونقول لهم حطوا مصر في مقدمه تفكيركم واشتغل زي ما انت عايز، عايز تبقى محامي، عايز تبقى دكتور، عايز تبقى قاضي، عايز زي ما انت عايز، بس حط مصر أولا. هل أنت في الوظيفة دي تقدر تخدم مصر وتخدم شعب مصر؟ لأن لازم نشعر بقيمة مصر في داخلنا، مش مجرد كلام، لا مجرد إحساس بأن بلدي. وترجمة هذا الإحساس إلى أفعال. إلى أفعال.